شاكر موقع الأخبار عليه تحت هذه الفرصة، إياك أني نعبر من وجهة نظر مهنية بحتة عن هذا الموضوع اللي قديم متجدد اللي قالوا صناعة دقيق السمك اللي الأيام الماضية انثار عليها قدر من الكلام. كنا نختار وعود حلول مشاكل قطاع الصيد تخريج خارج الإطار الإعلامي، لكن عندنا هاي التفاعلات خلقت يومنا في التقرير اللي صدر عن أحد الصحفيين وردود الفعل اللي خلقت، كنا نختار نعبر عن وجهة نظرنا المهنية فيما يخص صناعة دقيق السمك. نختار نقول في البداية عن صناعة دقيق السمك صناعة أصيلة ولا غنى عن هذا اللي قالوا تصنيع والله زاد تثمين المنتجات البحرية. يقال هاي الصناعة يلا تعود جزء من مكونة كاملة ينقال لها مصنع لتثمين المنتجات البحرية. هذا المصنع يتكون من عدة مكونات، فيها وحدة للتجميد وفيها وحدة للتبريد وفيها وحدة للتخزين وفيها وحدة للتثمين وفيها وحدة للاستقبال وفيها وحدة لإعادة التدوير اللي هي اللي تعدل لنا اللي قال له موكا والله زاد دقيق السمك. لين بسط الموضوع شوي، هذا المصنع لين افترضوا على اللي تجي 50 طن من الحوت، هاي 50 طن من الحوت يتعامل معها هاي الوحدات كاملة كلها في اختصاصها، يلين يوفى ويقيس مرحلة التثمين ويعود عاد لا يعود منتج نهائي، لا تبقى فهم شي من بقايا السمك، فيها شي ما صالح قاعد للاستخدام، وفيها شي رؤوس السمك والأحشاء وذا اللي يبقى كمية نفترضه تقريبا 25% بقات من هذه كمية جات المصنع، هاي لا بد لها من يعود عندها آلية للتصريف، يلين تخلى لا يعود عاد ضرر البيئة اللي عاد يعود تلوث، تنقبض وتمشي شهر وحدة ينقال وحدة إعادة التدوير. اياك توخرها من وضعيتها هذه اللي فيها اللي هي الوضعيه اللي غير صالحه للاستهلاك وغير صالحه للاستخدام، شر وضعيه تخرج منها زيت السمك وتخرج منها دقيق السمك، وهذه مواد قابله لانها تسوق وقابله عنها تعود عاده عندها فائده على المصنع وفائده على الدوله من خلال التصدير. غير الاسس اللي خالق فينا نحن هون، ما هو هذا؟ نحن عندنا توجهنا صناعة دقيق السمك، توجهنا بأن بدل منا نعدل مصنع فيه هاي الوحدات كاملة وفيه وحدة هي اللي تعدل دقيق السمك، عدلنا مصانع كاملة لدقيق السمك، وهذا ما هو موجود في العالم بالكمية ما هو فينا نحن وحدنا. بدل منا نعدل مصنع يعود لا يعود عنده مردود وعنده عائد اقتصادي كبير، عدلنا هذا المصنع، المصانع اللي نبتها اللي حسب معالي وزير الصيد قال عنها 44 ونشط عليها هناك 33، هذه كمية اللي نبتها من المصانع هذه هي مشكلة دقيق السمك عندنا احنا، لأنه عاد هو الأصل بدل نعود عاد فرع، وبالتالي عندنا احنا هون إياك أن نعود واقعيين. هذا الاستثمار اللي هو هذا الاستثمار استثمار سلبي، وسلبي حقيقة به اللي ما عنده أي نتيجة مباشرة على اللي قالوا الاقتصاد الوطني بشكل يعود مثلا قد من خلاله اعتبارهم على أنهم عندهم مردود اقتصادي كبير على الوطن، وبالتالي يارتنا نفهموا على أنها ما عندنا هدف ان نوجه لهم الانتقاد والله نقول لهم انهم عندهم نعيبوهم، لا ما هو الهدف، الهدف على ان نبرهنوا للراي العام ونبرهنوا للمشاهد على ان هذا التصنيع اللي هو انه يارتو ينقبض بطرق اخرى، طرق اخرى شنو هي يارتو يمشي حسب التوجيهات اللي قال فخامه رئيس الجمهوريه على ان يارت اولا ينحد من صناعه دقيق السمك، ثانيا تذم المنتجات البحرية إياك تعود قيمتها كبيرة وإياك تدخل في الدورة الاقتصادية، وثالثا علينا نوزعوا يعود عندنا إمكانية نوزعوا سمكنا على مواطنينا في الداخل. هذه الأمور الثلاثة هي اللي تتطلب علينا يارتنا كاملين نتوجهوا ونعرفوا عن صناعة دقيق السمك، صناعة لا بد لها ينحد منها ولا بد توجه شورى اللي قالوا التثمين، إياك أن نستطيع لنا نقضوا على هاي الصناعة اللي بالنسبة لنا نحن ضررها كبير. قال معالي وزير الصيد فردوا على فهم 5000 عامل تشغل هاي المصانع، اللي نقول انا ونأكد على ان هاي المصانع ما تشغل اليوم هذا 300 رقاش هي كامله اللي حصرت به اللي اليوم اذا اتينا خرصوا اللي قالوا العماله الثابته اللي هي العماله اللي افكتيف اللي تشغل ما فهم مصنع يشغل من 15 الى 20 رقاش، وبالتالي نعود نقولوا ارقام حقيقه هي معالي وزير الصيد قد يعود الموضوع معطيله مثلا اللي هو جديد على القطاع غير حقيقة عنه موضوع فيه هاسر المبالغة. ثانيا عائدات قال عنها 20 مليار على الخزينة هذا حقيقي، يقر هذه المصانع لو أنه كان هذا السمك اللي طحنت عاد سمك صالح ومباع بطرق صالحة نعود هذا الرقم عندنا 20 مليار عاد 100 مليار اللي احنا عندنا
عادله بسيطه، لان كل خمس اطوان من السمك تعطي طون واحد من سردين، طون واحد من عفوا من موكا. وبالتالي يارت لنا في مكاملين عندنا ما عندنا هدف، فزي يكون نبين للراي العام عن هذه الوضعيه غير مقبوله، وعنها فيها ضرر على الاقتصاد وفيها ضرر على الثروه وفيها ضرر على المواطن. وهذا يارتنا كان يفهموا على انه اذا عدل عنه تقرير والله انقال عنه شيء ما هو مستهدف حد، هذا هدف منه هو اناره الراي العام وتوضيح الجهات المعنيه الطريقه اللي قد تدريجيا تحاول انها ترد هذه المصانع شور مصانع قابله انها تتطور. ونختار في النهايه نقول عن هذه المصانع عنها مصانع صارت اليوم وقد ناكدها عنها اهلها عدوا ربحوا منها عشرات المرات، ولا تلات قطعا عنها عندها ضرر اقتصادي عليهم. وبالتالي يا رب ما يفهموا عن الوضعيه لابد تتغير، لابد تتغير،